وصلنا مستمر مشاهدينا الكرام مستمعينا الافاضل، لازلنا نحييكم ونرحب بكم اجمل الترحيب ضمن منافسات الفيتامين في هذا المساء الرائع وفي مساء الإثارة وفي مساء القوة. على بركة الله نتابع مجريات شوطنا 18 الخاصة بالجادان الصعوب والمسافة 1200 متر للعنوان الرسمي لميدان مرموم وفرعة الميادين. على بركة الله وتابع المدامي على المركز الأول سالم بن سيب بن حمد بن حضيرم الاكتبي من يدفع بالمدامي على المركز الأول. المركز الثاني هناك البطل سلطان بن سعيد بن سلومة الخاطري من يدفع بالبطل على المركز الأول. المركز الثاني من الجانب الآخر تقدم الاسماء وتقدم شاهين راشد بن محمد بن حمر عين الدرمكي غير الى المقدمة غير الى صدارة هذا الشوط. المركز الرابع هناك دخول الاسماء ودخول مهملول حمد بن حمد بن مسلم بالزفنه العامري قادم مع هملول. هكذا الرباعية المشكلة لناموس هذا الشوط، ولكن البداية مع شاهين راشد بن محمد بن حمر عين الدرمكي مع المقدمة مع صدارة هذا الشوط. روح حمر عين على البداية وعلى المقدمة. الله يا البداية، الله يا الصعوب، الله يا الصعوب. المنافسات الأخيرة الشوط لمن حمر عين مع المقدمة مع صدارة هذا الشوط. اللحظات الأخيرة، الله يا شاهين، راشد بن محمد بن حمر عين الدرمكي هو المتصدر بقيادة هذا الشوط. تانينا والناموس المركز الثاني المدامي سالم بن سيب بن حمد بن حضير من الاكتبي، والمركز الثالث هملول حمد بن مسلم بالزفنة العامري، والمركز الثالث المدامي سالم بن سيب بن حمد بن حضيرم الكتبي. هكذا النتيجة.